أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لازال حديثنا في باب من ادعى الإمامة وليس لها بأهل ومن جحد الائمه او بعضهم من كتاب الكافي الشريف الحديث الحادي عشر من احاديث هذا الباب عن جابر قال سالت ابا جعفر عليه السلام الامام الباقر عن قول الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم حب الله قال هم والله أولياء فلان وفلان اتخذوهم أئمة دون الإمام الذي جعله الله للناس إماما فلذلك قال ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. صدق الله العلي العظيم. ثم قال أبو جعفر: هم والله يا جابر أئمة الظلمة وأشياعهم. هذه الآيات المباركات في سورة البقرة جابر يسأل الإمام الباقر عن معنى هذه الآية والإمام يجيبه على سؤاله قبل أن نذكر السؤال والجواب نشير إلى أن كلمة الند في اللغة العربية بمعنى الذي يناد في الأمر أي يأتي برأي غير رأي صاحبه كما يقول ابن فارس في كتاب مقاييس اللغة لذلك فسر المفسرون الند بالشريك المضاد هناك شريكان شريك متفق في الراي مع شريكه الاخر هذا لا يقال له ند لاتفاقهما في الراي لكن شريك يضاد شريكه في الراي ياتي براي غير راي صاحبه هذا يقال له ند والذين اتخذوا اشخاص اشركوهم في الطاعه هؤلاء الاشخاص يامرونهم وينهونهم بغير ما يامر الله وبغير ما ينهى الله عز وجل فلذلك كانوا اندادا يعني اتخذوهم شركاء لكنهم شركاء مضادون ليسوا في اتفاق مع ما يامر الله سبحانه وتعالى به او ينهى عنه ثم الذين يتخذون شركاء لله قد يشركونه في العبادة وقد يشركونهم في الطاعة يعني تارة تشوف هذا الجاهلي كان يعبد الصنم يعني هؤلاء الأصنام يجعلونها شركاء لله ويعبدونها كانوا يقولون ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى هذا نوع من الشرك وهو الشرك الاعظم الانسان يتخذ شريكا في الالوهيه فيعبده ونوع اخر من الشرك هو الشرك في الطاعه لا يتخذه الها معبودا لكنه يطيعه فيما قال مثلا الايه الشريفه تقول اتخذوا احبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله، اتخذوهم أربابًا يعني هل عبدوهم؟ كلا. هل جعلوهم شركاء لله في الألوهية؟ يعني يقول هذا الحبر أو هذا الراهب مثلاً إله كلا. لا اليهود ولا النصارى لا يقولون بالوهيه القساوسه والاحبار ولكن اشركوهم في الطاعه يعني بدلا من ان يطيع الله سبحانه وتعالى يطيع هذا الحبر يطيع هذا الراهب فيما يخالف امر الله سبحانه وتعالى إذا هذا الحابر أو الراهب أو أي شخص آخر ينقل لك كلام الله سبحانه وتعالى وهو صادق في نقله فإذا أطعته فقد أطعت الله سبحانه وتعالى لكن هذا الحابر أو الراهب يقول برأي يخالف أمر الله ونهيه فهذا بدل أن يطيع الله سبحانه وتعالى يطيع هذا الحبر أو هذا الراهب. فهذا صار شرك في الطاعة. زين. بعد أن ذكرنا هاتين المقدمتين أن الند هو الشريك المضاد. والشرك قد يكون شرك في الألوهية وقد يكون شرك في الطاعة لا في الألوهية. نأتي إلى سؤال جابر عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يتخذ أندادا يعني يعتقد به يتخذه لنفسه هذه عقيدة وعمل ما تغير الواقع هؤلاء الذين اتخذوهم شركاء ما يصيرون شركاء لله آني أتصور تصور هذا تصوري ما يغير من الواقع شيئا، لكن هذا معتقدهم وهذا المعتقد يضرهم إذا كان معتقد حق ينفعهم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. كلمة النت حسب ما شرحناها الشريك المضاد التي الذي ياتي براي غير راي شريكه، هذا يدل على ان هذه الانداد ليست اصنام، وليست قوى طبيعيه، وليست الشمس والقمر وما الى ذلك من معبودات المشركين، وانما هم اناس. لذا الند لا يطلق على الصنم. ولا على الشمس ولا على القمر ولا على اي معبود اخر اذا لم يكن انسانا بشريا يعبده بعض المشركين او يطيعونه يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله يعني الحب الذي يجب ان يكون لله كيف؟ هذا الحب بدل ما ان يجعله لله بدلا من ذلك يجعله للأصنام يجعله للأنداد يجعله للشمس والقمر وفي هذه الآية الكلام حول الأنداد يحب فرعون بدلا من أن يحب الله سبحانه وتعالى يمكن هو أن يحب الله لكن حبه لله حب زائف ليس حبا حقيقيا بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يقول: "والذين امنوا اشد حبا لله". المؤمن يحب الله سبحانه وتعالى اكثر من حب المشركين للانداد، لماذا؟ لان حب المؤمن لله سبحانه وتعالى ليس منطلقه المصالح الدنيوية الزائلة، وإنما منطلقه أن الله سبحانه وتعالى هو الرب، هو الخالق، هو الرازق، هو المنعم. فهذا الحب منطلقه واقع. لكن الذي يحب الأنداد أو يحب الأصنام أو يحب المعبودات الأخرى، هذا الحب حب منشأه المصالح منشأه التقليد الأعمى للآباء منشأه الافتراء على الله سبحانه وتعالى، لذا هذا الحب يرتبط بالمصالح ولا يرتبط بالواقع، لذا تشوف المشركون حينما انهزموا دخلوا في الإسلام جميعاً مع أن الرسول لم يجبرهم على ذلك لأنه لا إكراه في الدين، لماذا دخلوا في الإسلام؟ اكو بعضهم عن عقيدة دخلوا في الإسلام، آمنوا إيماناً واقعياً، لكن البعض منهم دخلوا في الإسلام نفاقاً اذا هذا كان واقعا يحب الاصنام او يحب الانداد حبا واقعيا ما كان يدخل في الاسلام حب لها كان على المصلحه الناس يجون من شرق الجزيره العربيه وغربها ويقدمون النذور والقرابين والاموال فعدهم مصلحه مع هذه الاصنام لما فتح الله مكه لرسوله صلى الله عليه واله والرسول كسر هذه الاصنام. شافوا بعد ما عندهم مصلحه مع الاصنام مصلحتهم مع الاسلام، لذا اسلموا نفاقا. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمئن به، وان اصابته فتنه انقلب على وجهه، خسر الدنيا والاخره، ذلك هو الخسران المبين. الله سبحانه وتعالى حول مشركي مكة في سورة ياسين ماذا يقول لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون بعضهم قتلوا في معاركهم مع الرسول صلى الله عليه وآله أو ماتوا لكن القليل منهم أكثرهم بقوا أحياء إلى يوم فتح مكة والآية تقول: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، أكثرهم لم يؤمنوا، إذا هم أسلم إسلام ظاهري عن نفاق، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، مع أن الأعراب أكثرهم لم يكونوا منافقين إسلام ظاهري، لكن هؤلاء أكثرهم كان إسلامهم نفاقاً. اما المؤمن الواقعي اذا وقع في شده الاعداء استولوا على بلده هذا لا يتنازل عن اسلامه حتى اذا استعمل التقيه لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاح الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان وقال رجل مؤمن من ال فرعون يكتم ايمانه. يمكن يستعمل التقية لكن لا يغير واقعه. وكلما وجد سبيلا الى الاسلام ولو بالهجرة يفعل ذلك. فلذا والذين امنوا اشد حبا لله. زين جابر يسأل الإمام الباقر عن هذه الآية ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الإمام ماذا قال؟ قال هم والله أولياء فلان وفلان اثنان من خلفاء الجور إما الإمام ذكر اسمهما وجابر كنا عنهما أو الإمام هو كنا عنهما هم والله أولياء فلان وفلان اتخذوهم أئمة دون الإمام الذي جعله الله للناس إماما لأن الإمام الذي جعله الله سبحانه وتعالى للناس إماما هذا تجب طاعته أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم وقد ذكرنا فيما مضى أن أولي الأمر في هذه الآية لا يراد به أي حاكم لا يراد به أي حاكم استولى على الحكم بالسلطة بالسيف بالسلاح ولو كان فاسقا فاجرا لا وإنما يراد بأولي الأمر هنا المعصوم لأن المعصوم تجب إطاعته إطاعة مطلقة أما سائر الحكام إذا أمر بخلاف أمر الله أنت لازم تطيع الله لو تطيع هذا الحاكم يصير تناقض في الآية كما ذكرنا فيما مضى أطيع الله يقول أطع الله أطيعوا أولي الأمر منكم يقول أطيعوا للأمر زين إذا أولي الأمر حكم بحكم يخالف حكم الله وأنت تعلم بذلك إذا تطيع الله راح تخالف أولي الأمر إذا تطيع أولي الأمر راح تخالف الله ولكن الله في هذه الآية أمر بإطاعتهم إطاعة مطلقة وقرر طاعتهم بطاعة الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. زين. الإمام الذي جعله الله إمامًا هو معصوم. لذا لا يحكم بحكمٍ خلاف أمر الله سبحانه وتعالى، فإذا أطعته فقد أطعت الله كما أن الرسول معصوم. إذا أطعت الرسول فقد أطعت الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. هذا الشخص بدال أن يطيع الإمام الذي جعله الله، وكلام ذلك الإمام الذي جعله الله هو كلام الله سبحانه وتعالى. طاعة هذا هي طاعة لله سبحانه وتعالى. بدلاً من ذلك يتخذ لنفسه اماما من نفسه ويطيع ذلك الامام فيما يخالف امر الله سبحانه وتعالى اذا صار انداد اندادا الشريك المضاد الذي له راي اخر اتخذوهم ائمه دون الامام الذي جعله الله للناس اماما ولذلك الامام يستشهد يقول هذه الانداد المذكوره في هذه الايه ليست الاصنام وإنما أنداد بشرية. الإمام يستدل بتتمة الآية. تتمة الآية شنو هي؟ "ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا". هذا اتخذهم أنداد من دون الله. أحبهم كحب الله. أطاعهم فيما هو معصية لله سبحانه وتعالى في يوم القيامة يجي يقول لهم يا أبا أنا اتبعتكم هم يتبرؤون من الأصنام لا شعور لها لا حياة لها لتتبرأ من أتباعها الشمس والقمر لا حياة لهما لكي يتبرأوا من أتباعهما من عبدتهما من الذي يتبرأ من الذي جعله ندا الإنسان الذي اتبعه الناس وحكم بخلاف ما أنزل الله سبحانه وتعالى وأطاعوه هذا اللي يجي يتبرأ منهم فلذا الآية في أصنام بشرية وليست أصنام حجرية اذ تبرأ ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب هذه لو هنا للتمني يعني تمنى ان هؤلاء الان وهم في الدنيا يشوفون الاخره المؤمن بايمانه يرى الاخره يشوف اهل النار وهم معذبون يرى اهل الجنه وهم منعم وهو في هذه الدنيا بايمانه لكن الذي لا ايمان له او ايمانه سطحي وضعيف لا يرى الاخره لان اعتقاده ضعيف فالايه تقول ليت هؤلاء وهم في الدنيا يرون ما سيجري في الاخره، لو كانوا يشوفون يعني لو كانت عقيدتهم سالمه وقويه ويرون الاخره، لكانوا تركوا اتباع هؤلاء الانداد، لان الانسان المؤمن بايمانه يرى الاخره، ليس رؤيه بصريه، وانما رؤيه قلبيه، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم انت في الدنيا اذا عندك يقين راح تشوف الجحيم ثم لترون لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ولو تمنى هكذا ولو يرى الذين ظلموا الان وهم في الدنيا ليتهم يرون شنو يرون إذ يرون العذاب يعني يرون وقت العذاب هو الآن في الدنيا يشوف وقت العذاب في الآخرة ماذا يرون أن القوة لله جميعا الأنداد ما لهم شيء أنت تتصور هذا شريك أنت تتخذ شريك وإلا هو ليس شريكا هو عبد مخلوق ضعيف إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعاً وأن الله شديد العذاب. أكو بعض يجي يقول أنه الله سبحانه وتعالى رحيم لا يعذب عباده. الله صحيح رحيم، لكنه حكيم، وقد لا تكون الرحمة من الحكمة. أنت ترحم واحد ليس من الحكمة هاي الرحمة غلط. تشوف شخص هنا معتقل في السجن مجرم معتقل في السجن يترحم أنت ترحمه وتدري أنه إذا أطلقت سراحه راح يقتل الآلاف هل هذه الرحمة له بإطلاق سراحه صحيح لو غلط غلط لأنها خلاف الحكمة الله سبحانه وتعالى رحيم وأيضا الله سبحانه وتعالى حكيم وحكمته هي التي تسير رحمته يعني إذا الرحمة هي مو خلاف الحكمة الله يرحم أما إذا الرحمة خلاف الحكمة الله لا يرحم هذا الشخص الظالم لنفسه المضل لغيره الظالم لغيره هذا ما يستحق الرحمة لذا كان الله سبحانه وتعالى شديد العقاب، وأيقنت أنك أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة. زين، ماذا يحدث في ذلك الوقت؟ إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا هذا إمام الجور، معاوية، يزيد، عبد الملك بن مروان المنصور المأمون هارون هؤلاء كان لهم اتباع شادوا ملكهم بسبب اولئك الاتباع زين يحضر في يوم القيامة والاتباع ايضا يحضرون فرعون يحضر والاتباع يحضرون فرعون يتبرأ منهم يابا احنا بالدنيا كنا نطيعك انت ليش الان تتبرأ منا اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب في الدنيا مصالح الرئيس يغدق الاموال والمناصب والامكانات للاتباع الاتباع هم بتبعيتهم له يحافظون على ملك هذا الرئيس هاي اسباب تسبب انه الرئيس يدير باله على اتباعه والاتباع ايضا يحافظون على ملك الرئيس لكن في يوم القيامه ينتهي هذه الامور تنتهي هذه الامور وتقطعت بهم الاسباب زين ذول الاتباع شافوا انه الان وقت الشده وقت الحاجه رئيسهم تبرأ منهم وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كره فنتبرأ منهم يا ليت ترجع إلى الدنيا حتى بالدنيا نتبرأ منهم كما تبرؤوا منا في الآخرة يعني ثم الله سبحانه وتعالى يقول: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم هو اتبع هذا الحاكم الظالم هذا الحاكم الظالم وشاد ملكه ودافع عنه وقاتل عنه لكن يوم القيامة يشوف كل هذه الأعمال انقلبت إلى وبال عليه، لأنها كانت معصية لله سبحانه وتعالى. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، الحسرة شدة الندامة. وما هم بخارجين من النار، ما يطلع من النار، ليش؟ لأن هذا مشرك. وإن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال أبو جعفر عليه السلام الإمام الباقر هم والله يا جابر أئمة الظلمة وأشياعهم يوم القيامة واحد يتبرأ من الثاني إن ذلك لحق تخاصم أهل النار أحيانا واحد يشوف مثلا مجموعة مجرمين عصابة عندهم رئيس عندهم منفذين هؤلاء كلهم يعتقلون بالمحكمة واحد يسب الثاني واحد يتبرأ من الثاني. لكن المؤمنين في الآخرة: "ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين"، حتى إذا بالدنيا شوية اكو بعض المشاكل الاجتماعية بينهم. بعض الأحيان نشوف بين المؤمنين اكو خلافات عائلية، زوج مطلق زوجته، مثلا صاير خلاف بين الأسرة. لكن في الاخره الله سبحانه وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين، ذول المؤمنون واولئك واولئك المشركون. الحديث الاخر وهو اخر احاديث هذا الباب عن ابن ابي عفور قال سمعت ابا عبد الله يعني الامام الصادق عليه السلام يقول ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة. لا ينظر الله اليهم يعني لا ينظرهم نظرة رحيمة ولا يزكيهم يعني لا يطهرهم من ذنوبهم بالعفو والغفران وكذلك لا يثني عليهم امام الخلائق ولهم عذاب اليم من ادعى امامة من الله ليست له هو مو امام يدعي الامامة ومن جحد اماما من الله امام عينه الله سبحانه وتعالى هذا ينكر امامته، ومن زعم ان لهما في الاسلام نصيبا لهذين يعني من ادعى الامامة ومن جحد اماما، اذا واحد زعم ان لهما نصيبا في الاسلام هذا ايضا الله سبحانه وتعالى لا ينظر اليه يوم القيامة، لا يزكيه وله عذاب اليم، ويمكن ان يكون لهما اشارة الى ائمة الجور ايضا. فمن زعم أن لهما في الإسلام نصيبا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لمراضيه هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين